انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة بإقليم وفق بن صالح، هذا في إطار الجولات التي سيقوم بها المجلس على جميع أقاليم الجهة، سيديها دورات أخرى في أقاليم أخرى. اليوم نتواجد في إقليم بن صالح، الحمد لله دازت الدورة على أحسن ما يرام، تمت المصادقة على 46 نقطة كاملة مشاريع تنموية وهيكلية مهمة. من هذا المنبر نبدأ نشكر عامل فقيه بن صالح على الوقوف ديالو وعلى التهيئ المحكم ديالو وعلى التسيير ديالو معنا في هذا الجنة، نشكر جزيل الشكر، ومن خلاله كذلك نشكر المنتخبين وكذلك المصالح الخارجية على الحضور ديالهم. كما شاهدتوا 46 نقطة فيها مراعاة العدالة المجالية، وكذلك فيها مشاريع مهمة مهيكلة منخرطين فيها مجموعة ديال الوزارات. من هذا المنبر نبدأ نشكر الحكومة. القيمة المالية ديال الدورة اللي تقدر بحوالي واحد غير مساهمة ديال الجهة اللي تقدر بواحد 900 مليون ديال الدرهم موزعة على 4 سنوات، ولكن إلا جينا القيمة الإجمالية ديال مجموعة ديال المشاريع، راه مجموعة ديال المشاريع اللي تقدر بواحد 6 ديال المليار ديال الدرهم. اتفاقيه اللي مهمه اللي تم المصادقه عليها من خلال اعضاء المجلس، اتفاقيه ديال 3 مليار ديال الدرهم اللي فيها مجموعه ديال القطاعات الحكوميه المشهورين، اللي عندنا الموافقه المبدئيه ديال مجموعه ديال القطاعات الحكوميه كوزاره الاقتصاد الماليه. مشكوره الوزيره اللي تدير مجهود، والوزيره راه بنت الاقليم وبنت الاقليم بنين بلال وبنت الجهه. من خلال نشكر كذلك السي فوزي القجع على الهموم اللي هز معنا في هذه الجهه وعلى الحث ديالو على تنميه هذه الجهه. محور طرق جديد هذا اللي يرجع الفضل لرجالات الخفاء، واؤكدها وتنسطر عليها، رجالات الخفاء وغيورين على المنطقه ديالنا وغيورين على الجهه وابناء الجهه اللي تساهموا معنا من بعيد في اخراج هذا الطريق. وان شاء الله الطريق بدايه سنه 2024 غادي تبدا فيه الاشغال ان شاء الله. نحن بصدد ان شاء الله التهيئ لدوره استثنائيه للمصادقه على هذا المشروع المهيكل اللي غادي يفتح الافاق على جهه بني ملال كامله، وهذو ما احوجنا من هذه المشاريع. ومستقبلا تنبشركم بانه غادي يكون خط السكاكين ان شاء الله غادي يوصل لمدينه بني ملال مستقبلا، وكذلك الطريق السيار اللي نحن ندافع عليه باستماته انه يكون ان شاء الله طريق السيار غادي يوصل لمدينه بني ملال وغادي يفتح التنميه على الجميع. ومطار بني ملال ان شاء الله مشكور السيد الولي، راه تيدير مجهود مع الجهه والساده العمال كاملين تيديروا مجهود ان شاء الله انه في شهر شتنبير ان شاء الله نوصلوا لواحد اتفاق نهائي لاشتغال هذا المطار، لان معلمه جويه مهمه، معلمه وحنا عندنا واحد لاماس مهمه من المهاجرين في الخارج، لذلك لا يجب ان يشتغل هذا المطار بكل الامور خصو يشتغل. شكرا.